بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كما اعتدنا على ذلك بالحصيلة اليومية لنتائج الترصد الوبائي لكوفيد 19 ببلادنا خلال 24 ساعة، أي ما بين الساعة 4 بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة 4 ليومه الأربعاء 13 ماي 2020. فخلال هذه 24 ساعة تم تأكيد بمختلف المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري للحالات المحتمل إصابتها بالمرض. تم التأكيد ديال 94 حالة إضافية ليصبح الإجمالي ديال الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء 6512 الحالة. هذه الحالات الجديدة تم اكتشاف نسبة كبيرة منها بجهة الدار البيضاء سطات، وبدرجة أقل بكل من جهتي فاس مكناس وجهة مراكش أسفي، مع الإشارة إلى أنه 7 ديال الجهات لم تسجل أي حالة خلال هذه 24 ساعة. هذه الحالات لازلنا نكتشفها في مرحلة مبكرة أو بدون ما تكون لديها البتة أعراض ديال المرض، حيث أنها تتم في إطار التتبع الصحي والكشف لدى المخالطين، إذ أنه من بين 94 ديال الحالة ديال هذه 24 ساعة 81 تكتشفت بهذه الطريقة، أي بنسبة مئوية ديال 86%. للإشارة، فوصل عدد المخالطين الذين تم التحرير بشأنهم وتتبعهم منذ بداية الوباء 37144 مخالط إلى حدود اليوم. بموازاة مع التأكيد المخبري على الحالات، هناك بطبيعة الحال استبعاد حالة أخرى تكون مشتبه إصابتها بالمرض، لكن نتائج التحليلات المخبرية تؤكد لنا عكس ذلك. فخلال هذه 24 ساعة استبعدت 3961 حالة، ليصير إجمالي الحالات المستبعدة إثر التحليلات المخبرية السلبية منذ بداية الوباء 69358. بالنسبة للوفيات، نسجل أيضا اليوم وبحمد الله 0 حالة وفاة. فإذن على التوالي هذه الأيام نسجل 0 حالة وفاة، ويبقى إذن العدد مستقرا في 188 حالة ديال الوفاة مرتبطة بكوفيد 19 منذ بداية الوباء ببلادنا، واستمر بذلك. النسبة المئوية للإماتة في الانخفاض، حيث وصلت اليوم 2.9%. وبالموازاة مع ذلك، نستمر في التوصل بنتائج تماثل للشفاء لحالة أخرى، حيث إن هذا العدد وصل في هذه 24 ساعة إلى 140 متعافي، وتنضاف إلى الحالات التي كنا قد سجلناها من قبل، ليصير إجمالي الحالات المتعافات منذ بداية الوباء 3131 حالة. إذن تجاوزنا بحمد الله عتبة 3000 حالة شفاء، وتستمر النسبة المئوية للشفاء في الارتفاع، حيث وصلت هذه النسبة اليوم إلى 48.1%. فإذن كان هذا أهم ما ميز الحالة الوبائية لكوفيد 19 ببلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.